freue mich auf das Spiel morgen. Ich freue mich auf unsere Fans. Und es ist auch für mich und für unseren Staff das erste Mal, dass wir... أنا سعيد جدا بمباراة بكرة وسعيد أكتر بالحضور الجماهيري بكرة إن شاء الله. دي أول مرة ليا مع الجهاز بتاعي إن إحنا نلعب قدام مع النادي الأهلي مع جمهور كبير كده على أرضنا، وأنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي بكرة هيأزرنا وهيكون داعم لينا بقوة إن إحنا نحقق هدفنا الكبير وهو التأهل. إحنا مستعدين كويس للمباراة الحمد لله، اللعيبة الدولية رجعت كلهم سلام، واحنا ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا نتاهل بكره بدعم الجمهور الكبير بكره ان شاء الله. Und ja, werden alles dafür tun, damit wir uns qualifizieren. Ja, also wir haben ja nicht immer nur mit Mannheim und mit Halle gespielt. هو لا يعني مش اصحح بس هو في ماتشات كتير لعب فيها منعم مع رامي ومنعم مع ياسر وياسر مع رامي، يعني كان هم لعبوا كتير السنه دي، ما كانوش مثلا بقى لهم فتره ما بيلعبوش، بالعكس رجليهم في الملعب واظهروا كفاءه في كل الماتشات اللي لعبوا فيها، وبالتالي انا مش قلقان خالص. هم بينوا في الماتشات اللي لعبوا فيها اداء عالي، ودي ميزه ان احنا يبقى عندنا لعيبه كبيره ولعيبه كتير كويسه في الفريق بتاعي، وبالتالي اي لعيب هيأدي بكره 100%، وده انا متاكد منه ان اللعيبه بكره هتأدي احسن ما عندها ايا كان الاسم اللاعب. بالتالي انا مش قلقان خالص من اي تغيير في التشكيل، لو اي حد ناقص لعيب زميله على نفس المستوى هيقدر يعوضه ان شاء الله. هو بالنسبة للنقطة الأولى، طبعا احنا عارفين أهمية المباراة وعارفين موقفنا، موقفنا واضح ومعروف للجميع ان احنا لازم نكسب 1-0 أو فرق هدفين، وبالتالي كويس ان الواحد يبقى حاطط الهدف قدام عينيه، عارف ان احنا لازم نكسب بكرة، وكل اللعيبة عارفة ده كويس وعارفة انها هتعمل كل حاجة عشان نحقق الهدف ده. لكن بالنسبة لي مش مهم الجون يجي امتى، الجون ممكن يجي في أي وقت، المهم ان احنا نفضل صبرانين عارفين ان احنا عندنا أمل لغاية آخر دقيقة وهنحارب لغاية آخر دقيقة. المهم بالنسبة لي ان احنا نعمل كل حاجة احنا ومعانا الجهاز كمان، اننا واللعيبه هي طبعا في ارض الملعب هي اللي بتطبق، لكن كل واحد فينا هيبقى بيشتغل عشان خاطر نحقق الهدف بتاعنا الواضح جدا بالنسبه لنا. انا رساله الجمهور طبعا انا سعيد بوجود جمهور النادي الاهلي بكره، وان هو هيبقى بالكثافه دي وان هو على ارضنا، لان الكوره للجمهور، اللي بيحيي كره القدم هو الجماهير، هو ده اهم عنصر في الكوره، كلنا بنلعب الكوره عشان الجمهور. فانا سعيد جدا بوجودهم بكره، متاكد ان هم هيولعوا الملعب بشكل كثيف جدا وهيعملوا كل حاجه عشان يدعمونا، كله طبعا في اطار الروح الرياضيه، كله في الاطار السليم، وانا متاكد ان هم هيكونوا دافع لينا قوي جدا جدا ان احنا ان شاء الله نحقق هدفنا بكره باذن الله. بص، هو احنا من بعد ماتش القطن الكاميروني على طول قفلنا الصفحه، وبعد كده رجعنا الاسبوع اللي فات، كان من اول يوم على طول اشتغلنا على الهلال، اللعيبه الكبيره كلها قعدت مع اللعيبه غير اللعيبه الدوليه، اول ما جت عملنا برضو اجتماع تاني اتكلمنا كلنا مع بعض، كلنا عارفين اهميه الماتش، ماتش مصيري بالنسبه لنا، كلنا طبعا عندنا الرغبه للفوز. احنا من اول اسبوع اللي فات وشغالين مع الكوتش، ذاكرنا الهلال كويس، عرفنا نقط القوه بتاعتهم، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقفلها، واكيد نقط الضعف بتاعتهم هنستغلها، وان شاء الله نطبق اللي الكوتش قال عليه الاسبوع اللي فات ده كله، وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله. وهنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه على قلب رجل واحد، ومن اول نفس لاخر نفس، وان شاء الله بكره نكون يعني نتاهل من استاد القاهره هنا ان شاء الله.